الانطباعات عن الأردن وعن الأسرة والمرأة الأردنية هي دائما انطباعات فيها رؤية جميلة من ضيوف الأردن والمقيمين في ربوعه. السيدة ذات جميلة طالب عقيلة السفير الماليزي في الأردن تحدثنا عن هذه الانطباعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jordan adalah sebuah negara yang cantik, kaya dengan tamadun yang bersejarah sejak 3000 tahun. الأردن بلد جميل للغاية وكأنه متحف حي محاط بالحضارة منذ 3000 عام. وحيثما توجهت إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، لقد قمت بزيارة العديد من المواقع التاريخية والأثرية، وأشعر وكأنني أسافر في الزمن إلى عصور قديمة. زرت جبل القلعة والبتراء ووادي رم والبحر الميت وأهل الكهف والعديد من المواقع الأخرى ذات الدلالة والقدسية. إن أردت التحدث عن الطعام فإن الأردن مشهور بالكثير من الأطباق والأكلات الخاصة كالمنسف والحلويات والأطعمة الشهية كالكنافة وأنواع البقلاوة المتنوعة. في الأردن هناك أيضا أنواع الصناعات الحرفية الإبداعية المتنوعة كالتطريز اليدوي على الأثواب، ولقد بدأت بجمع تصاميم تطريز الأثواب الخاصة بالأردن للذكرى وأيضا كي أرتديهم عندما أعود إلى وطني. الأهم من كل هذا أنني شعرت بدفء الوطني لدى وصولي إلى هنا بسبب الترحاب العظيم والضيافة اللذين قوبلت بهما. قبل أن أصل إلى الأردن كان لدي انطباع آخر تماما عن النساء هنا، لكن الآن وبعد عامين من الإقامة في الأردن أستطيع أن أقول إن المرأة الأردنية امرأة عصرية للغاية ومعتدلة ومضيافة ومبدعة ومنفتحة على العالم، كما أنها بالطبع لطيفة للغاية. ولذا فقد استمتعت جدا بتجربتي مع الثقافة والتقاليد الأردنية وتعودت أنا وعائلتي عليها بسهولة. هناك تطورا متزايد للمرأة في الأردن، أرى النساء من مختلف الأعمار يبادرون في عملية التقدم ويتطوعون في الأعمال الخيرية. مع ذلك فهناك فرص أكبر لتطور المرأة الأردنية وتمكينها بالتزامن مع التشجيع الحكومي والفرص التي تقدمها الحكومة. وقد كان لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا دور فعال في تطوير نشاطات المرأة في بناء المملكة، وجلالة الملكة رانيا تعد رمزا محبوبا جدا في جميع المحافل المحلية والدولية، ولذا فإن دور جلالتها في تطوير المرأة يلهم الماليزيين من مختلف الشرائح. لدي الثقة الكافية كي أقول إن المرأة الأردنية ستحقق دورا ونجاحا أعظم في مختلف قطاعات بناء المملكة في الأعوام القادمة. سعادة السفير الماليزي في عمان وعائلته يقيمون في الأردن منذ عامين، وله انطباعاته عن الإقامة والحياة الاجتماعية والعائلية في الأردن وطبيعة التشابه والتنوع مع ماليزيا. ماليزيا mempunyai penduduk yang berbagai kaum terdiri daripada penduduk Cina, India dan juga Melayu. علي أولا أن أقول إن ماليزيا هي جنة استوائية يسكنها أكثر من 26 مليون نسمة من مختلف الأعراق يعيشون في انسجام منذ أن حصلت ماليزيا على استقلالها في 13 من آب لعام 1957. ماليزيا بحق دولة متعددة الثقافات والأديان، ولذا فإنها غنية بالتنوع الثقافي. هذه إحدى ميزات ماليزيا الفريدة، حيث تتم ممارسة الديانات الإسلامية والبوذية والطاوية والهندوسية والمسيحية بحرية تامة. وماليزيا دولة وسطية بشكل أساسي كما الأردن تماما، لذا فإن بلدينا يتشابهان في السعي وراء التناغم الاجتماعي والتسامح كمتطلبات للوصول إلى التقدم السياسي والاجتماعي الاقتصادي والاستقرار فيهما. بالإضافة لهذه المشاهد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لماليزيا، ففيها أيضا المناظر الطبيعية الخلابة الغنية بجمال الطبيعة من الشواطئ إلى الجبال العالية في قلب الغابات المطرية الدائمة الخضرة. تعد الغابات في ماليزيا الأقدم في العالم، حيث تغطي الغابات الاستوائية المطرية 61% من مساحة البلاد. ماليزيا بلد رائع كي تزوره مع الكثير من المنتجعات الجبلية والحدائق الوطنية والجزر التي ترحب بك كي تتمتع بهذا البلد الرائع.
كما أن الأردن أيضا بلد نابض بالحياة والجمال بأناسه اللطفاء والكرماء الذين يستقبلوننا ويشعروننا أننا في بلدنا. أنا مذهول من التطور الذي تشهده الأردن على الصعيد السياسي والاجتماعي الاقتصادي بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني العظيمة. تغير انطباعي عن الأردن لحظة وصولي مع زوجتي وابنتي منذ عامين. تحولت فكرتي عن التقدم في الأردن إلى سعادة وفخر برؤية أردن متقدم وأردنيين مثقفين موهوبين، وهم أساس التقدم في الأردن كما نراه اليوم. إن الأردن بلد يحظى بالكثير من المواقع التاريخية والأثرية المهمة للعديد من الأديان السماوية حول العالم، وعلى الأردنيين أن يفخروا لأنهم يملكون هذه العجائب الطبيعية كالبتراء والبحر الميت ووادي رم، بالإضافة إلى الممرات الدينية وآلاف الأعوام من الحضارة. في الواقع الأردن عبارة عن متحف حي لتراث العالم، ولذا فإن أسرتي وأنا نستمتع بإقامتنا هنا ونستغل الفرصة السانحة لإثراء ذاكرتنا وتتبع رحلة أجدادنا السالفين وحتى الوصول إلى الأردن الحديث.